قدرات كل شيء. شوفوا لي هي تحصى روحها بس مع العصا مالتها. سهولة الحركة، الزوايا، الحافات، براحة تختار. موديلها كلش حلو، بالحايط، بالسيراميك، كل شيء تشتغل. كملت شغل بيها بس عصرها هيك. هي ستاندر فور. الموديل مالتها 4000. شوفوا لنا الموديلات الحلوة الجديدة، باعوا لنا الخضار، باعوا لنا عصا موسى، تعال صوروا لهم. 15 موديلات اليوم جبتي لعابات مال ماشي مال غيره، كلها موديلات جديده، العاب حلوه، اشكال حلوه مجسمه. والاحلى شوفوا لي هذا يجي هنا جهاز ناطقه، موديلها كلش حلو، بس مجرد تضغطه وهاي تجي وياها وسواسه. والموديل مالته كل الانواع مالته على 4000. شوفوا لنا هاي الصناديق، الموديلات الحلو البيض شيء مرتب ورد كثيف. ويش العروض اليوم؟ 7000 دينار. شوفوا لنا موديلات الاشجار اليوم، بس باع الكبر مالتهم. شوف الفواكه، هاي الرمان، هاي الليمون، واليوم العروض ب 40000 الشجره. اثنين ثلاث موديلات حلوه جديده مال ورد، احجام كبيره، 7000 دينار. شوفوا لنا الموديلات الحلوه اليوم، الورود الابيض 25000. شوفوا لنا الموديلات الجديده، طبعا هذا بعد ما مفتوح، يشتغل على ورد مالته وحده وحده. بس باعوا لنا شقد بي ورد ما شاء الله، سندانه كبيره، حجم دبل، الالوان باعوا شقد حلوه، كل الالوان متوفره، واليوم العروض 35000. شوفوا لنا جمال السنادين، احجام حلوه، ورود الوان، هذا الموديل على 5000 دينار. سلات وخلات، طبعا كل الالوان مثلا سلات حلوه، موديلات حلوه، وبالف دينار بس، الف دينار. هذا شوفوا لنا شو خلات، موديلات حلوه، كرشه ويا اليده مالتها، سفنجات، سيم مال المواعين، سيت كامل، الف دينار، الف دينار السيت. شوفوا لنا المواد الجديده والعروض، شوفوا لنا هاي الفرشه مال تنظيف مال وجه، طبعا موديلها حلو، قاعدتها حلوه، دبل فرشة تجي بيها، تجي بيها سفنجة، تجي بيها فرشة، قاعدتين وب 5000 العرض. شوفوا لنا جمال اللعابات اللي طبعا هاي تجي ماكينة وبيها مكان مال البطارية، شوفوا لنا هاي شغلنا واحدة، بعد جمال تغليف اكريليك ويا اللعابة كلها ب 5000. شوفوا وفرنا لكم الموديلات الحلوة الجديدة، على شوفوا لنا هذا الموديل. باعونا شكاوية وملف مال شعر، موديله كلش حلو، عدة فرش يجي بيه، خل نفتحها نشوف هذا الكل يعرف سعره. هذا يجي جهاز كهربائي، هاي الكاوية مالته، هذا مال مدرج، هاي الكاوية مال عدل، هاي مال لف مال شعر، وهذني ما ادري انتم تكتبونا، وهاي الفرشة مالته ما اعرفني، شغلات البنات هاي. والعرض مالتها اليوم ب 12000 بس، ب 12000 بس، هاي الدرجات مالتها من هنا فرق، ب 12000 بس. وفرت كراتين فرفور، طبعا كله سر مهر، راح نفتح لكم قسم العشرة، طلع وياك. قلنا الكاسات، قلنا المواعين، طبعا الكرتونه على 20000. سيتات المواعين كلها سيتات. شوفوا لنا الكاسات الكبيره مال الزلاطه، شوفوا لنا الدلامه مال التبسي، وبعد شوفوا لنا الكاسات الحلوه السيتات. صفاطات، كاسات مال كرينز، كاسات غير نوعية، هذا واحد مكسور صغير في دولكم، كوابا. توفرت اليوم مرايات كل شيء، طبعا هاي المرايات حجم الكبير، عندكم هذا القياس على 1000 دينار يجي صغير، هذا القياس 2000، هذا المدور 2000، هذا المربع 2000، وهاي قياسات تقريبا 1000 و2000 و3 و4 عندنا الاسعار. خلي اول شيء الزق لكم اياه، طبعا يجي لاصق من نوبي، هذا ينزق على مكان ثابت، لان لزقناه على مكان متموج تطلع الصوره مو حلوه مالته، خلي نلزقه
حلوه صافيه لا تخافون تنكسر على اي كنتور على اي ديكور بالحمام على السيراميك على اي مكان تقدرون تلزقوه. الاسعار شوفونا هاي الطاوله، اول شيء جرانيت من الحديد الثقيل باعوا لي من قبل ما تنشال. هاي طاوله ضغط، هذا مال الضغط مالته مال التنفيس. تعال قرب لي سوي لي مال الضغط مال التنفيس مالته، اذا ما تدوس هاي ما ينفتح الضغط. حجم كبير وهاي هم جدر ضغط تعتبر اهم طاوله، هاي تخلي الاكل يستوي على السريع. موديل جديد حجم كبير وب 15000. وفرت وجبه جديده من جدر الضغط طبعا من الثقيل كتشي درجه اولى. هذا ضغط من نقفاله باعوا لي، هذا لا ينفتح وما ينفتح القبق الا تدوس الدقمه تفرغ الضغط. يلا موديل حلو سعره 15000 بس. اليوم جبت سلات حلوه مال ملابس، مال ملابس وصخه تصير تصف الغساله باي مكان. طبعا تصفى بها حبل، شوفوا لي هذا الحبل جانبي تنشد على مود بعد لا تفتح، وما تقدر تفتحها بس انا فاتحها على مود التصوير تيجي تنفتح. هذا موديلها والاحلى بها قبض مباشره من السته تطبق الملابس. لا شوف اللزقه مالته وين طريقه، اي هاي اللزقه مالته سته قبض وتبقى الملابس مسدوده. موديلها حلو كلها سيم ما تخربط الملابس، سعرها 4000 دينار. توفرت فرفور طبعا هذا على الكيلو يباع، كيلو مالته ب 1000. كميات خير من اول الولد يصفطون، بس تعال قرب لي خلينا نجرب شوف دني ايش قد وزنهم ايش قد كيلو 100 يعني هذا اني ب 1100 2 4 6 8 10 12 13 قطعه يطلع فلوس ال 1100. نجرب غير شيء، جيب دني تقديميات الحلوات ايش قد 1500. شوف لي كم قطعه، واحده اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه على الوزن. ايش تاخذ؟ توزن وتاخذ كيلو مالته ب 1000 دينار. شوفوا وفرنا لكم لزقات بديل الرخام، طبعا كل الالوان جايب لكم اياها، الابيض الاسود الخشبي فوق ال 20 لون موفر لكم. خليني اشكع لكم عليه اطلع لكم قطعه. شوفوا لنا هذا جديد بديل رخام كلش حلو مال ديكور، باعوا لي اللمعه مالته والاحلى من هذا لاصق. جرب تفتح هذا وتلزق على ايش؟ على لبن، على بياض، على سيراميك، اي شيء يصير. موديله حلو، قطعته تجي 30 في 60 وب 1000 دينار.